السلام عليكم يا جماعه، مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع لعبه مختلفه. اخيرا لعبه اليوم هي Escape from School، النحله من المدرسه، الهروب من المدرسه. قبل ما يبدا المقطع لازم تعرفون هالشيء، بدعمكم نكمل اللعبه ولا ما نكمل، لايكات بالكومنتات بالاشتراكات، يعني حتى يعني مهما كانت المشاهدات راح امشي على اللايكات. لايكات حلوه تبين اللعبه كويسه راح نكمل، لايكات سيئه كنسلنا اللعبه من باب تنويع زي كذا. يعطيكم العافيه، ان شاء الله لكم يعني تستمتعون في المقطع. فخلونا نبدا نشوف اللعبة معكم. بسم الله. بسم الله. يقول بريسنتر تو كونتينين. اوكي، انا خوف ان صوت اللعبة عالي. جون سيرفر، كريت سيرفر، كريت. اوكي، سويت الحين روم ستارت. خلنا نشوف ايش اوكي. الحين انا بفصل، ايش اسوي؟ ها اوكي، كذا غير الازرار. اوكي اوكي، والله الصوت يوتر، انا ما ادري ايش اسوي بالضبط. طيب اقدر اشيل الكتاب، هل الكتاب اقدر اسوي فيه شيء؟ لا. اف يرمي. اوكي، بدينا نشوف من كل الجهات. حلو. اوكي، غالبا ما في شيء الكتاب، فكيف نرميه؟ في شنطه هنا. الو، ابغى ارمي الكتاب. ايش اللي يرمي الكتاب كذا زوم؟ اوكي، في زر هنا بعد. لازم نعرف كل التفاصيل، لازم نشوف هنا. One of the books looks different. Maybe you can interact with it while inspecting. يقول في واحد من الكتب تشوفه شكله مختلف، بس الحين كيف اشيل اصلا؟ اوكي، صار لازم احط الكتاب. يقول فيه كتاب مختلف. الاي هذا كتاب اتوقع هذا. طيب كيف نفتحه؟ ما نقدر نفتحه. اوكي، نرمي الكتب كلها. هذا هو. والله يا النغمه انها توتر. ندور كتاب في ارقام، في شيء يبين انه ترى هذا الكتاب هو الكتاب المنشود، هو الكتاب اللي اوكي. هذا كان في شيء؟ لا، أنا هذا نفس الكتاب قبل شوي بس مكتوب ارقام ولا ايش؟ لا والله مو مكتوب ارقام. اوكي، نرمي الكتاب. هنا حقت الكيمياء هذه. وش الكتاب اللي يقولونه؟ هنا الشنطه ما اقدر اخذها حتى. اوكي، ما في اي شيء بعد. والله ما فيه. وين الكتاب اللي يقولونه؟ وين؟ هل نقدر ناخذ مرفوف؟ والله اتوقع انه مرفوف، ما ادري ليش. يعني اوكي، حاط لك الكتب هذه هنا مرميه، بس في نفس الوقت قاعد يجربك يقول لا ترى الكتب كلها هنا، وانت في نفس الوقت يعني يروح مخك مع الكتب هذه اللي فوق المكاتب، فوق الاشياء هذه. شفتوا؟ اقدر اخذ شيء. اوكي، اخذت هذا. اوكي، خذيت هذه الورقه. اوكي، حاط فيها شيء. ام جي شرطه بي اي شرط زائد اتش. هذه ما راح استفيد منها. والله يا النغمه توتر. الورقه اللي هنا دبيناها، وش فيها؟ ما في الا الرمز. اوه، توني اشوف رقم اربعه اخر شيء. لحظه، هنا مكتوب. حطها هنا الكتاب. ناخذ هذا، ما اقدر اخذه. ليه؟ هذا ما اقدر اخذه بعد. نرمي هذا هنا بعد. وش رايكم نشيل الكتب كلها اللي سويناها انسبكت، اللي هو شفنا اللي عليها، ونشوف بعدها وش نسوي. اوكي، هذا ما فيها شيء، نرمي هنا. جمع الكتب كلها. هذا مو بلوك ديفرنت، يعني هذا يقول لك لازم تجد شيء مختلف. اصبر، هذا ما ادري، كني ما شفته. يا رب في شيء. وما يمديني افتح الكتاب صح؟ اوه، ضغطت عليك ركمين. يا ساتر، وانا مطول على شيء تافه. اوكي، شوف المفتاح يفتح هذا القفل. طيب اوكي، اخيرا علقت اللعبه. الو، علقت اللعبه يا شباب، علقت. اوه، بدون اف. اوكي، هذا شو؟ فلاشه حطها في اللابتوب. يب شكلها في اللابتوب. اوه، بدون اف على طول. توقع يعطيك هنتات. اسمع الصوت. اوه، يمدينا نفتح الدروج وكل شيء. يا ساتر، هذا اول رقم يقول لي واحد. شوفون، اول رقم يقول لي واحد، ورابع رقم يقول لي اربعه. هل فتح لي الباب؟ اوه، يقول هذه موجوده هنا في الفلاشه. هل هذا وات؟ جي تي اي بي اس جي تي اي بي اس جي اكفا تي بعدين تي. اوه، لو نخلص على طول زي كذا. يا ساتر، تي اي بي بعدين خلاص اس. خلاص فك لنا الباب صح؟ لا ما فك. هل يكون السطر الثاني ولا هذا؟ هنا واحد، اخر واحد اربعه. اوكي، ايش ناخذ الحين؟ طيب هنا وش بيكون اصلا؟ اربعه واحد، ما صار شيء. طيب خلينا نفتح الدروج الباقيه. الشنطه ما فتحت ولا شيء. هذا يقول ركز هنا، جي تي اي بي اس. انا جلو ستيك ايس ميرور جلاس. جست افهمها هذه، اذا كانت جي تي اي بي اس هذا هو اللي سويتها انا هنا. هل ناخذ فلاشه؟ ان هنا هو اللي عارض هذا. انا ما ادري ايش اسوي، حرفيا ما ادري ايش اسوي. طيب خلينا نسكر هذا الشيء. قلنا هنا ما في شيء، هنا ما في شيء، هنا
ما في شيء، كله ما في شيء. حلو، خلصنا هذا الشيء، هذا عرضنا هذا. اوكي، اقسم بالله تعرف وضعيه الاستسلام، هذا اللي قاعد يصير حرفيا. انا ما كنت العب العاب زي كذا، بس الكتب هذه هي على الارض، ما يمديني اسوي شيء، حتى معلق عندي كليك اف، ما اقدر اخذ حتى كتب اتوقع. والله ما ادري، يعني الكتب هنا وكل شيء هنا. الو، وات، ليش توني اشوفها؟ وات، يقول هنا في شيء وهنا في شيء وهنا. اوه، يقول ترتيب الارقام 1 و2 و3 و4 فوق يمين. انا ليش سويت 1 فوق اليسار؟ وش في هنا؟ 1 فوق اليسار، 2 هنا تقريبا، 3 وين؟ 3 تحت يمين اللي قبل الاخيره. والمشكله معلق ما ياخذ كتب. دامنا لقينا ورقه داخل، والله العظيم اني فنان. اصبروا، يقول what this broken you have used fireplace what you اهلين الغاز. شلون عارف الحين؟ ما ادري. طيب، ان شفنا ورقه هنا ندور فيها كلها، ان شاء الله نلقى شيء. حرفيا حصلنا ورقتين كلها من هذه الاشياء. احنا حطينا جي تي اي بي اس، هذا ما حطينا اللي هو 1 هنا، 4 هنا، مثلا نحط 3 نحط هنا بعد 1 في البدايه، 1 في النهاية، 4 هنا، 3 سوينت. The answer to the riddles and the black ball I have to find correct path. حرفيا الوضع ملخبط مرة. سوينا حقة الأرقام، سوينا كل شيء، بس هذه أبغى أفهمها، قسم بالله إني عجزت، والله إني عجزت. خلينا نقرأ من جديد. O T T F F S S. ثواني نرميها. نحطين جي تي أي بي إس. هنا يقول هنا، خلينا ناخذها بس. T T F F S S. جي تي نحط تي هنا، في اف، حط اف اف، ما في اف، حط اس اس. يعني شو اسوي؟ والله شو اسوي، اقسم بالله صدق. كام مان، انا اللي اعرفه هنا حط اف اف الورقه، نجيب الورقه هذه هي. يب، هذه هي. هنا لو تلاحظون حط او تي تي اف اف اس اس، وهنا يقول وات ار ذا نيكست 3 ليترز ان ذا كومبينيشن نمبرز. يعني ان لو نحسبها، اوكي ثواني، لو نحسبها هنا جي تي تي اس اس، اف ما فيه، انا غيرت هذا الاس ما صار شيء. الو، ايش صار؟ يقول اوكي 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4 المفروض انه يفتح. لا هنا 2 3 4، لا ما فتح. نفتح الثاني، 1 2 3 4، ما فتح. شو الوضع؟ شلون؟ طيب يعني هنا شوفوا كاتبين ثالث رقم اللي هو 3، ثاني رقم اللي هو 2، اول رقم اللي هو 1. يعني حتى لو تشوفون الورقة اللي كانت هنا، لا اللي كانت بالدرج اتوقع، 1 في البداية، يعني هنا 1 2 3 والرابع. طيب كيف نفتحها؟ ما ادري. يا ساتر، والله 1 2 3 4 هذا اللي قاعد يصير، حرفيا هذا اللي قاعد يصير. والله صد راسي، قسم بالله نص ساعه ترى لي حرفيا وانا ما عرفت اي شيء. انا اللي غابني، يعني ارقام كلها صح 1 2 3 4، بس انه 1 2 3 4 تحس انه مو منطقيه يعني. يعني وبعدين اوكي نشوف هذه الورقه، هذه حقت 4 اوكي نشوفها. اوكي يقول ام جي شرطه بي اي زائد اتش، اوكي ام جي شرطه بي اي او ناقص. يا ساتر، والله صدعت، اصبروا. ام جي ناقص بي اي زائد اتش. الو، ايش سويت انا؟ اللي هو 12 ناقص بي اي زائد اتش. طيب نمشي كذا، ايوه هذا بي اي. ام جي ناقص بي اي اللي هو 8 زائد اتش اللي هو 1 يساوي 9، هذا رابع رقم 9. اوكي طيب نرميها 9، نحط هنا 9 ونحط هناك 9. اوكي نبدا بها كذا، يا رب يضبط يا رب. اوكي ما صار ولا شيء حرفيا. ناخذ هذا، نشوف هذا وشو رقم 3 اللي هو او، رقم 3 اللي هو او. وين او؟ مشكله اللوحه قدام كبيره. اوكي او اللي هو 8، رقم 3 اللي هو 8. والله العظيم يا ساتر، يبغى له مخ عرق. زي ما قلنا هنا او 8 صح، نروح هنا نحط 8 بعد. اوكي الحين ناخذ رقم 2، بعدين ناخذ رقم 1. رقم 2 شوف ايش وراه، يقول لك ار اتش ناقص واي، ار اتش ناقص واي، ار اتش ناقص واي،
ار اتش واي 39. اوكي هذا ار اتش 45 ناقص واي اللي هو 39 يساوي 6. طيب نحط ثاني رقم هو كم؟ نسوينا ثالث رقم إن عدلناه صح؟ إيه ثالث رقم عدلناه 6 يعني ثاني رقم 6. هل هو كان ثاني رقم؟ أنا صدعت والله. أوكي ثاني رقم 6 6 6. حلو هنا نحط 6 نايس. هذا نفك ولا؟ أوكي حطينا 6 هنا باقي هنا 6 ثاني رقم 6. يا ربي فك ما فك. باقي رقم 1 ما كان رقم 1 معنا. هذا شو؟ أنا شفناه هذا سو اسبكت ال اي ال اي ال اي ال اي شوف كم وين ال اي 3. يا ربي فك تكفون. 3 3. الو فك هذا شو؟ بس خلينا نرمي هذا. هذا شو بعد؟ هذا اتوقع ان نزرفها او نحطها في مكان. قلنا 3. طيب هاي فك الباب ولا لا تكفون؟ اتوقع ان نطفي النور ونشوف وش المغزى من هذه. هو المفروض انه يعطينا ارقام استخدمها بس حرفيا مو قاعد اشوف شيء. هذه الزمرد مدري ايش وش وضعها؟ هل لها مكان معين؟ والله اني ما ادري صدق. شو اسوي هين؟ هذا كيف نفكه طيب هذا؟ خذينا كل شيء هنا. والله حرفيا يعني استخدمنا هذا على الجدران خطف النور وذاني. والله العظيم صدق ما ادري. ناخذ هذا. هل نسوي الاسبكت؟ ما ادري. الجدران ما فيها شيء ابدا يقطع ام الحاله. انا توقعت ان السبوره يصير فيها شيء مخفي. حرفيا ما فيه. طاولات. هذا وشو؟ 7. اي اصبروا كان يقول 1. تذكرون اللي مكتوب فيها 1 2 3 4 اتوقع شيء زي كذا. اعوذ بالله. اصبروا هنا كم؟ 8. شوفوا نفس المكان هنا تشوفون كان اول واحد اللي هو 8. ثاني واحد اللي هو ثالث طاولة هذا 8. اوكي هذا 8. هنا في رقم 7 شفتوا؟ بعدين كم؟ نروح على الطاولة اللي تحت يمين قبل الأخيرة. قبل الأخيرة ولا أخيرة؟ لا شكلها الأخيرة. فيها 5 5 والأخيرة هنا 2 5 و2. آخر 2 5 و2. نبدأها من جديد 8 7 5 2. طيب خلينا نشغل النور الحين. والله لو تجي صح ونحاش من هذا المكان يا ساتر. 8 7 5 2 8 7 5 2 8 7 5 2. يا رب 8 7 5 2. تكفون يس الحمد لله يا شيخ. الو النحشة النحشة لا تكفى. اوه الحين لازم نفك هذا الباب وننحاش. يا ساتر. احمر اصفر ازرق اخضر. احمر اصفر ازرق لا احمر اصفر اخضر ازرق. بس الالوان هذه وش فايدتها وش ما ادري حرفيا ما ادري. اتوقع لها دخل هذه. والله ما ادري لها دخل ولا لا. حاول ناخذ اي شيء من هنا ولا ما نقدر. احمر اصفر اخضر ازرق. يا ساتر وش ذا؟ انا مخي وقف حرفيا مخي وقف. كم لنا؟ 46 دقيقة صور. اوكي شكلها الالوان اللي هنا توقعون؟ انا اتوقع انه 8 في البداية. نرمي هذا الشيء. اول رقم اتوقع انه 8 انه هو المكان اللي فيه اللي او يوم ناخذها خذيناها من هنا. احمر اصفر هي اصفر بعدها. وش اللي خذينا من الاصفر؟ اللي هو واي 39 39. كذا مشكلة. هل هذا يعتبر اصفر؟ الاي اللي هو 3. خلينا نجرب 3. اوكي 3 اخضر بعدين ازرق. اوكي مش خذينا من الاخضر؟ خذينا اللي هو اي ار اتش ناقص واي يساوي 6. خلينا نحط 6 هنا. يا رب يا كريم والله لو يفتح بيصير شيء اسطوري مره. باقي الاخيره وش هو؟ لون ازرق صح؟ لون ازرق. وش الشيء اللي خذيناه من لون ازرق؟ ما ادري صراحه. هذه تونا ماخذينها صح؟ اي اتش ناقص واي ام جي ناقص بي اي ناقص زائد اتش ام جي ناقص بي اي زائد ولا اتش كانت؟ والله ما ادري هي الاحمر ولا لا. نحطينا 8 جرب الحين. نحط 9 لان 8 زائد 1 9. والله اني ما ادري. اهلين صداع اهلين صداع. اللون الاخير قلنا ازرق صح؟ ازرق ازرق ازرق. ما خذينا شيء من الازرق. انا استسلم. راح نوقف المقطع لهنا. فاذا استمتعتوا
لايك اشتراك فعل زر التنبيهات وابغى اشوف دعمكم والله صدق نبغى نشوف دعمكم على هذا المقطع نعرف هل نكمل على هذه اللعبة او لا يمكن ما تعجبكم يعني لكن انا اشوفها حماسية بس يبغى لها وقت طويل حاليا يعني عرفنا كيف نفتح الباب فما ان ما في تخزين ولا شيء فخلاص عرفنا نفك الباب الحلقة الجاية على طول نفك الباب ونشوف شو وضع هذه وش تتوقعون هذه اصلا يعني يعطيكم العافية وان شاء الله استمتعتوا ونراكم على خير في امان الله سلام.